اسمه سمير عدلي، عنده 38 سنة، شاب مش متعلم ودايما كان بيتابع الافلام الهندية لدرجة ان هو بيقول النهاردة ان هو اتقنها، وان هو طبعا يعتبر عايز يعمل رحلة عجيبة ورحلة غريبة ورحلة انا مش عارف ايه هي الفايدة من وراها. شفنا قبل كده الرحلة بتاعت العمدة والحمار، والنهاردة بنشوف الرحلة بتاعت سمير عدلي شاروخان قنا، اللي عايز يجي من قنا الى القاهرة سارع على اقدام. ويمكن ده مش شغل اللي حابة اتكلم عليه او لفت نظري، اللي لفت نظري ان هو في احد اللقاءات بيقول ان هو بيفطر ب15 بيضة و2 كيلو لبن. ازاي؟ معرفش. طيب لو جينا نقول ان هو بيفطر بيضة، تمن البيضة الواحدة 2 جنيه في 30 بيضة في 15 بيضة 30 جنيه، وكمان 2 كيلو لبن ب 30 جنيه، يعني شاروخان بتاعنا عايز كل يوم 60 جنيه عشان يفطر، وعايز يجي من جنة للقاهرة سيرا على أقدام. الرياضة حلوة والرياضة جميلة والرياضة مفيدة، واحنا كلنا بنطالب ان احنا نسلك في حياتنا الرياضة اليومية، ولكن مش عايزين احنا نشغل الرأي العام بتاعنا والملفت للنظر ان هناك بعض المواقع الخاصة اللي هي بتقوم بتغطية هذه الاحداث وبتصدرها للرأي العام ان ده فلتة وده شخصية، ان احنا لابد ان احنا نلقي عليها الضوء. لا يا جماعة، احنا عايزين نلقي الضوء على شيء مفيد للدولة. يمكن انا من هنا بحاول اقول رسالة للجهات الرقابية برضو ان هم يحطوا ايديهم على المواقع الاخبارية التي تنشر اخبار لا تفيد المجتمع. احنا النهاردة بنقول عايزين نعمل جمهورية جديدة، وعايزين نخطو للامام، وعايزين نؤدي الى ان احنا نشوف مصر النهاردة في احسن صورة. نيجي نجيب شاروخان قنا ونلقي على الضوء، وقبل كده القنوات الفضائية وبعض المواقع الاخبارية جابت للعمدة والحمار بتاعه اللي هو ختم من الجيزة لغاية اسوان. ما ينفعش يا جماعة الكلام ده نهائيا، لان احنا دايما بنقول الاعلام اهم رسالة فيه هو ان هو يلقي الضوء على القضايا المهمة والقضايا التي تنمي المجتمع وتساعد المجتمع النهاردة ان هو يكون مجتمع نعم. يعني ما ينفعش السيد الرئيس النهاردة بيعمل مشروعات قومية لتحسين حالة المواطن المصري ولتحسين الدولة المصرية ولتحسين الانشاءات والمواقع المصرية، واحنا نيجي المواقع بتاعتنا الاخبارية او اللي بتهتم بالاخبار تهتم بموضوعات زي الموضوعات دي؟ ما ينفعش تماما. زي ما قلنا قبل كده كنا بنحارب ان احنا نلقي الضوء على الحاجات اللي ليس لها اهداف تنمي المجتمع المصري، برضو احنا بنطالب ان يكون في تفعيل حقيقي على تلك المواقع الاخباريه، وهي مواقع شهيره بالمناسبه، ان احنا ننقي الاخبار بتاعتنا، ان احنا نجيب عالم من قلب الصعيد، ان احنا نجيب مشروع يفيد الدوله، ان احنا نجيب فكره ننمي بيها مشروعاتنا وننمي بيها دولتنا، وما اكثر المشاريع اللي احنا حاطينها طبعا في طي الكتمان وان الوسائل الاعلام ما بتتكلمش عنها. عشان كده دايما بقول يا جماعة